كما نشكر المحسنين الذين قاموا بهذه صلاة جمعة وتعاونوا وقاموا بإصلاح المساجد فالفضل يرجع إلى هذه الجمعية وإلى كل من تعاون معهم كما نشكر جزيل الشكر على الناس الذين قاموا سواء من بعيد أو قريب لأداء هذه صلاة الجمعة إن شاء الله وجزاء الله خير المحسنين والله أكرم الأكرمين وجاز المحسنين وكل من ساهم من قريبين او بعيدين الله يجزي المحسنين وج- ان يجعلها جمعة خير وبركة ورحمة على هذه المنطقة لانها تتشوق لهذا الموسم السنوي الاسبوعي لهذا الموسم الاسبوعي منذ سنوات الى حد الان والحمد لله لقد تحقق الحلم بمساهمة الجمعية والمحسنين وساكنة ال- القب... ساكنة الدوار ساكنة مرزوق ولله الحمد لقد تحقق الحلم ونسال الله عز وجل ان يديم علينا اعيادا وسرورا الى الى سهل على المحسنين الذين كانوا آه كانوا يتقدمون بها وجلالة الملك الله ي... الله ينصره. الله الله ينصر به البلاد والعباد اللهم انصر انصره ولا تنصر عليه، اللهم وفقه الخير وعينه عليه والمحسنين الله يزيد في المداد ديالهم إيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في حسنات هذا الناس اللي قاموا بالعمل، قاموا بهذا الإصلاح، قاموا بهذه الجموعة كانوا لها سباب، نطلب الله تبارك وتعالى أن يشفيهم وأن يعينهم وعلى رأسهم مصطفى الحقيق وعمار الحقيق وجميع الناس اللي مساهمين كاينين في الجمعية وساهموا في هذا العمل نطلب الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم الخير ديالهم ولا يتقبل التضحيات ديالهم اللي اجتهدوا حتى خرجوا لنا هذه الجمعة جزاهم الله خير لهذه الزاوية كما نسأل الله عز وجل مرة ثانية أن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس اللهم اشفيه بشفائك وداويه بدوائك دوائك وعافيه يا رب العالمين اللهم انصره ولا تنصر عليه صحبه وعلى يديه ووفقه الخير وعين عليه اللهم احفظه في ولي عهده المحبوب الأمير جليل مولاي الحسن وفي شقيقه مولاي رشيد وباقي أسرته وشعبه واجعل يا رب هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وتقبل من الجميع وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين